السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج رشيد شو. قبل ما نبدا الحلقه ديال اليوم كنبغي باسمي وباسم طاقم برنامج رشيد شو نشكر جميع المغاربه، لان البرنامج قدر انه يحقق نسبه مشاهده كبيره وقدر انه يتربع على قائمه البرامج الاكثر مشاهده في المغرب، وهذا رقم قياسي في تاريخ التلفزيون المغربيه. شكرا لكم. الضيف ديال حلقة اليوم هو مغربي جانا من ألمانيا، هو رياضي متألق في رياضة الإمامة. غادي نتعرفوا عليه اليوم وغادي نعرفوا مجموعة من الأسرار ديالو، ولكن قبل ما نستقبلوا الضيف ديال حلقة اليوم غادي نستقبلوا واحد الموهبة كبيرة وصوت جميل جدا. استقبلوا معي عفاكم إيمان شميطي. إيمان شميطي مرحبا بك. الله يبارك فيك. نهار كبير هذا. الله يكبر بك. تبارك الله من الأصوات القوية اللي تبتت نفسها في برنامج أرب جود تالنت، واللي حصلتي على الباز الذهبي. هذا الباز الذهبي كيف ما كيعرف الجمهور اللي متبع البرنامج أنه كيوصلك ديريكتومون لنصف النهاية. فبرافو عليك. الله يبارك فيك. وثقة حارة على إيمان. شكرا بزاف، شكرا. الله يبارك فيك. ميرسي بك. الله يحفظك. ولكن شفناك حاملة في البرنامج دابا، كيفاش ولدت؟ ولدتي دغيا؟ ياه تبارك الله. شنو زاد عندك؟ بنيتها. بنيتها تبارك الله، شنو سميتها؟ لوجين. لوجين، تحية لوجين. تحية ماما. عرفتي أنا راه الجمهور اللي متبعنا في مواقع التواصل الاجتماعي كلشي كيقول لي ضروري تجيب لنا إيمان، بغينا نشوفوها. عطيك كسبتي واحد الشعبية. الحمد لله. واحد الشهرة في واحد الظرف قصير بزاف. الحمد لله. الفيديو ديالك راه تقريبا شي 9 مليون باش ديال الناس اللي شافوه. الحمد لله. الحمد لله، تبارك الله عليك. الله يبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك. فباش نقربوا للجمهور أكثر من شكون هي إيمان، الناس اللي ما شافوش البرنامج نخليهم يتعرفوا عليها من خلال الباساج ديالها في البرنامج في هذا الفيديو. ورجعوا في الحياة والدنيا دي، يعني خلاص أنا مش هشوفك تاني. الله. مش هلمسك، مش هحكي لك عن حاجة تعبان. كنت روحي لما كان جوايا روح. الله. عمري ما تخيلت يوم انك تروح. مش فاضل لي من غير حبة جروح. كان هذا هو الباساج ديالك اللي نال اعجاب لجنة التحكيم كلها، كما قلت عطاوك الباز الذهبي. اشنو تغير في حياتك من بعد الشهره ايمان؟ تغير كبير. كنت انسانه بسيطه، ام ربات بعيد واخا صغر السن ديالي، ولكن كنت شغل الدار، العجينه، الطياب، كل شيء من اتل زيد بحال جميع الامهات المغربيات وجميع ربات البيوت المغربيات. حتى وليت انسانه معروفه شيئا ما، فهذا الشيء غير لي حياتي يعني كاريمون، يعني تبدلات. وليت تقريبا الناس في الزنقة نمشي يسولوني واش انت نيت، واش ايمان، واش انت. وماشي غير في الشهرة، ايضا في العالم العربي، ماشي فقط في المغرب. اكيد في العالم العربي كله. اكيد. الزوج ديالك واش مساندك في هذا الشيء اللي كدير؟ اكيد. نعم. اكيد واقف جنبي، حيت عارفني ما داك الشيء اللي كنقدم محترم، يعني بلباس محترم، بطريقه محترمه. يعني اكيد غادي يساندني، هو المشجع الاول ليا، هو اللي شد فيديا. حيت عارفين داك الشيء اللي كنقدمه، حاجه ما كتخفي علي. وتستحقي. الله يحفظك. بارك الله عليك. الله يبارك فيك. ايمان، هذه الاغنيه هذه اللي اديتي منها مقطع في البرنامج، بغينا اليوم نسمعوها بصوتك. مرحبا مرحبا لهذا الجمهور هذا اللي حضر معنا. الجمهور كيف الله يبارك.
كده كده يا قلبي يا حتة مني يا كل حاجة حلوة فيا كده كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي كده كده يا قلبي يا حتة مني يا كل حاجة حلوة فيا كده كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي. يعني خلاص انا مش هشوفك تاني مش هلمسك مش هحكي ليك عن حاجة تعباني كنت روحي لما كان جوايا روح عمري ما تخيلت يوم انك تروح مش فاضل لي من نير حبة جروح ما عندي ما يتسالك إيمان برافو عليك وحتى الفنانة شيرين صاحبة الأغنية أشادت بالأداء ديالك في إحدى التدوينات ديالها وقالت بأن صوتك رائع وأنه صوت جميل ما عندي ما يتسالك إيمان الله يبارك فيك خويا رشيد شكرا بزاف أنت عندك نصف نهائي وغدوزي في عرض مباشر ولهذا كنبغي انا باسمي باسم طاقم ديال البرنامج وباسم المغاربه كاملين نوجه رساله للمغاربه ونقول لهم ايمان معوله عليكم فصوتوا لها وساندوها لان بنت بلادكم نتمنى لها التوفيق ان شاء الله شكرا يا رب يا رب شكرا 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 الله يبارك فيك كنحيي الفرقه العظيمه برئاسه المايسترو سعيد بن ثقة شكرا نحييكم كاملين وكنحيي الستيليست العبقريه سهام احسان تبارك الله عليها كنشكرها بزاف هي اللي لبستني اليوم تكشيطه زوينه التكشيطه المغربيه الاصيله كنحييها تحيه كبيره بارك الله عليك ايمان شكرا لك بزاف شكرا اللي حضرتي معنا شرفتينا في هذه الحلقه هذه اكيد ان الجمهور ايضا استمتع معنا خليك قبل ما تمشي كلمه للجمهور اللي كيبغيك شنو رساله توجه لهم كنقول لهم جات على خاطركم تساندوني وتصوتوا ليا باش يكون يا ربي يكون لقب مغربي حيت دائما حنا كنوصلوا حتى للفينال وكنرجعوا حتى للفينال يا ربي هذا العام يكون لقب مغربي يا ربي يا ربي وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم شكرا إيمان شمتي شكرا شكرا بزاف مشاهدينا الان غادي نستقبلوا الضيف ديال حلقه اليوم هو بطل مغربي جانا من المانيا هو احد الابطال في رياضه الام ام ا استقبلوا معي عفاكم البطل المغربي والعالمي ابو زعيتر
زعيتر. بارك الله عليك. السلام عليكم. عليكم السلام. ابو اش اخبارك؟ الله يتوحشتك. حتى انا والله، ولكن انا كنتوحشك من بعد. واه برودة انت عارف. خرج نتوحشك من قريب لك. واه انت عارفان. كل شيء بخير؟ الله يعزك. صحة لاباس؟ الحمد لله. انت تبارك الله من الابطال المغاربة اللي شرفوا المغرب واللي تألقوا في رياضة الام ام ا وهزيتي الراية المغرب، رغم انك كبرتي في المانيا الا انك دائما كتلعب بالراية المغربية ودائما مشرف المغرب والمغاربة، فتحية كبيرة لك. الله يعزك. واللي نبغي نقول بانه ابو زعيتر واحد الرياضي الله يعمرها دار، درويش ولد الناس وعمرو دار العيب والله يحفظه ويا ربي تستر يا ربي تستر. امين. عرفتي اليوم غنحاول نشكروا الماكسيموم اي باش نشوف جايب معايا هذه وكاو فهمتي. هذيك ما تنفعش بزاف البروده والله. ياك نو. اشرح لنا شنو هي بروده، حيت انا ما فيها بروده. انت ما تجيك سخانه. شنو هي بروده؟ شنو هي؟ بروده معنى اخي براذر. بروده. بروده. الله ينجينا من البروده اخي. تبارك الله عليك. الله يعزك. وشرف لينا انك تكون معنا في الحلقه ديال اليوم باش نتعرفوا عليك اكثر ونقربوا للجمهور المغربي منك ومن الانجازات اللي درتي. ابو زعيتر. شو السميه كي دايره بعدا؟ ابو زعيتر. ديجا سميتو كتحس بان الموت ديالك قربات. ابو زعيتر اسمع ليا، جو سوي ديزولي، جي مكسكيز. يا رشيد العلالي تفضل. نعم. واخا. ولكن في الاصل ابو بكر زعيتر. اها. ولكن مختصر ابو زعيتر. علاش هيتي ابو بكر؟ لان بزاف كيسقسوني علاش كتقول ابو زعيتر وماشي ابو بكر؟ لان ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان من اعز الناس على وجه الارض واقرب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم. والاسم معزز، وحنا مرات كانوا بزاف المباريات كندوزهم وكندير في انحاء العالم، وكانوا الناس انتم كتعرفوا في هذه الرياضه واحد كيشمت هذا واحد كيسب في هذا، وما رضيتش يسب شي واحد يقول ابو بكر هكذا وهكذا. اللهم يقول ابو هكذا احسن، او حيدتك قصر ديك الاسم في المباراه وسميت ابو زعيتر. برافو ابو وخليك. برافو عليك. برافو عليك. ابو زعيتر غادي نخلي الجمهور يتعرف عليك اكثر، وحنا عندنا طريقه خاصه كيفاش كنعرفوا الضيف. واسمح لي تشوف الفيديو وجو سوي ديزولي. في حلقة اليوم هو بطل مغربي عالمي في رياضة القتال الحر، زاد نهار 10 مارس 1986 بمدينة كولونيا بألمانيا. ضيفنا الأصول ديالو ريفية من مدينة الحزيمة، وكيتلقب بالغلادياتور. بدا المسار ديالو في الطاي بوكسينغ وقلب الاتجاه وبدا كيدير القتال الحر ام ام وسط القفص. ألا ماشي تما، هنا فين كيحكم الخصوم ديالو وكيطيح غير بالكاو. الشيء اللي خلاه يربح مجموعه من الالقاب من بينها احسن رياضي في المانيا 3 سنين تابعة. وباش يلقى اللي حامي عليه ضيفنا دق البره ديال التفرشيخ لخوه عثمان، ولاو عائله زعيتر للفنون القتاليه والتفرشيخ. الله قطعت الفيديو مزيان. الله كي جاك الفيديو؟ والله درتيه مزيان. ياك فين جبتي ديك بوبا هذوك؟ سوبرمان. وانتم العائله كلها تبارك الله ديال ابو زعيتر كلكم عندكم مع تفرشيخ، اسمح لي على العباره. العائله كلها تبارك الله تدير هذا الشيء هذا، ما عندي ما يتسالكم. زعيتر. بروده. زعيتر كتعرف زعتر؟ تعرفوا؟ كنعرفوا. عندك تقول شي حاجه؟ راه الوالد ميسمعك. هضرت على العائله ديالو. لا بالعكس بالعكس، هو زعتر اسم زوين. لا دابا خصك تعرف واحد القضيه، زعتر شنو كيصلح؟ والماكله. لا هو دواء كي مزيان، الا ضربك البرد كدير زعتر، يضربك البرد وما يضربكش بو زعيتر. ابو زعيتر احنا غادي نحاولوا اليوم نقربوا الناس اكثر منك. انت مغربي زديتي في المانيا ودرستي في مدرسه في السعوديه، ومن بعد قريتي من الصف الاول للصف الخامس في مدرسه كويتيه، ياك؟ بوحدك تقدر دير مؤتمر القمه العربيه بوحدك؟
أول شيء هو الشكر بعد الله سبحانه وتعالى هو الوالد ديالي لأن الخير اللي داروا فينا في الأخوان كاملين بنا اللي دار وحارس أن باش نحافظوا على اللغة العربية وباش ما نضيعوهاش لا الدين ولا اللغة العربية ولا الأصل ديالنا خصوصا احنا عايشين في ألمانيا وخلقنا وكبرنا تما كالوالد ديالنا احنا عايشين في المدينة ديال كولن وكنا كنقراو في مدرسة الأكاديمية الملك فهد في بون شي 50 كيلومتر بعيدة من كولن وكان كل صباح كينوض كياخذنا للمدرسة كيرجع للدار ومن بعد ما كنكملوا المدرسة كيمشي من كولن يرجع كان 13 سنة تقريبا كل يوم 200 كيلومتر كيمشي الوالد ديالنا من كولن لبون باش نحافظوا على اللغة العربية هو الشكر هذا أنا لا أعتقد أنني هذا الشيء هذا نقدر نعطيه للأولاد ديالي ولا شي حاجة لأن والله الاحترام والرسبكت الكبير للوالد ديالي هو اللي تحية ليه تحية ليه وقالوا لنا واحد القضية أبو زعيتر قالوا لنا كنتي مشاغب في الصغر ديالك هيك ولا لا في المدرسة فو كنتي أكبر مشاغب على وجه الأرض في القصة ديال أكاديمية الملك فهد والله كنت أكبر مشاغب تما حتى الآن ما عرفتش كيفاش درت البكالوريا تما ما عرفتش حتى الآن لأنه كنت كمشي للصف كنجلس في الحصة وكنفكر ديك 45 دقيقة والله عمري في حياتي ما ركزت السبورة ما قدرتش الأستاذ كيكتب السبورة وكاين أنت مركز ليه في وجهه لا كنمشي عند خويا عمر ديك الساعة في الدار كان كله كتب لي الواجبات وهو عثمان كان مزيان عمر كان مزيان في المدرسة خالد كان مزيان وأنا الوحيد اللي دائما كنت كنجيب دائما ما كنديرش الواجبات ولكن كنت كنسلك ولكن سبحان الله كنت مشاغب مؤدب يعني ما شاء الله أنت مشاغب مؤدب زوينة هاد مشاغب مؤدب قالوا لنا أيضا كنتي قبيح شوية كنتي كدابز بزاف أنا فين كدابز؟ نقول لك دابز هناك كنتي كدابز في الشارع بزاف. أنا؟ لا أعوذ بالله كيفاش كندابز؟ قبل ما تمتهن هاد الرياضة شوفوا كاينه برودة لا ولكن التعدي عمري ما تعديت على شي واحد دابز راه بحال راه كما فهم هاد الشيء في التدريب يعني لابد تدابز باش يكون فيك القوة فهمتني شوفوا كاينه برودة شوفوا كاين شوف كنتي كدابز برودة والله إلا كنتي كدابز برودة كنتي كضرب بلا كذوبه بصراحه هدف انا عمري ما تعديت على شي واحد ولا درت شي ولكن ضربتي كنتي كدير شي ضربات دفاعا عن نفسي ودا عن العائله نعم علاش لا هاكاك صافي لان حتى انت تشوف لو جا شي واحد يتعدى عليك فان اعتدوا عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا عليكم ولا لا لو تعدى عليك شي واحد تبقى تشوف فيه ودا لا ابرد هذا لا يجوز اي برودة ولكن ما عرفتش انا الابتداء ديالك انت كي داير هو هذيك لا يكلف الله نفسا الا وسعها كتقول له اتق الله الله يهديك الله يهديك ولا ما بغاش هو ويلقي بنفسه الى التهلك وانا هو شكون اللي جابو لعندي كنقول له مشي اش كتقول لي اش كتقول لي اتق الله هو لا بد علاش لا كنحضرو الا بغيتي تقول لشي واحد بدل مانيا سير بحالك ولا غادي نفرشخك عقيفك بفوا شتي اوفتي فريسك اهو اخاك رطيت بهادي شويه الموز عقيفك يومان شنو نتوما في الصغر ديالك سمعت منك كنتي بغيت تكون كويري بغيتي يعني تمشي في هذه القضيه ديال انك تكون لاعب كره قدم نعم ياك وكنتو كتلعبوا في الحي بزاف ولكن الناس ديال الحي صيفطوا لنا واحد الشكايه قال لك بان كنتو كديروا بان اي ماتش كتعطبوا على الاقل 6 الناس هذا المعدل عندنا واحد الفيديو عندنا واحد الفيديو كياكد هذا الشيء واش نبينوه ولا ما نبينوش والله خصني انا نشوف الذكريات هذو راه كانوا بزاف الشكاوات ماشي شكوى واحده يلا شوف واش هادي الكرة ولكن نقول لك بكل صراحة والله كنا أنا وخويا عمر وعثمان وخالد كنمشيو كل مرة نلعبوا الكرة
ولكن حسينا في الاخير ان ما بقاتش في الكره بام 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 كنضرب هذا كيتجمع له الرجل هذا كيطير كيمشي معوج وحاولنا والله بكل معنى الكلمه سنين سنين حاولت في المدرسه ديالنا باش ندخل المنتخب ديال المدرسه ما دخلونيش وما عرفتش علاش ما فهمتش وانا كنت كنشك انا كنت كنفكر بصح كنعرف نلعب ولكن كنا انا واخواتي كنلعبوا دائما في الغابه لا 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 تلعبها في الغابه شي حاجه اخرى ما تقول اللهم الغابه اللهم الغابه اخويا وفي الاخر قال الوالد الله يرضى عليكم خليو داك الشيء ومشيو ديروا سبورت بصح الله يرضى خليو ديك الكره عليكم حيت كنتو ديما كتخرجوا بحمراء هذه اي ماتش ضروري راه كانوا كيديروا كحله راه حمراء فتنا راه اللي كان لعب معنا عمره ما لعب ديك دونك كيفاش قدرتي تحول هاد الطاقة اللي كانت عندك وتردها طاقة إيجابية لأنك كنت مواظب على الرياضة ومازال كيفاش حتى دخلتي أول مرة لهذه الرياضة هذه؟ أنا الوالد ديالي كان ما شاء الله تبارك الله عليه كان رياضي قوي وكان كيحب باش نديروا الرياضة فلو كان دائما كياخذنا من المدرسة ومن المدرسة كان كياخذنا نديروا الرياضة دائما كان كيحارس على هذا الشيء وحنا مرات عرفتي خصنا تشويش نكونوا لينين باش نحاولوا راه كل مره دائما ديك الخشونه الزيت الزيتون في الصباح البيض في الصباح عارف ومع الحد دائما مشي نوضو وجري بحال العسكر انت كتعرف الوالد تبارك الله عليه تنعرف الحسيمة بجبل اللي فيها شويش اليد بحال اللقاط ما شاء الله لان الوالد ديالنا كان كيحرص دائما نديروا هذه الرياضه ومع المسار ديالنا ديال القراءه كنا كان دائما كنمارسوا الرياضه نعم وبدينا بالكيك بوكسين وبدينا بالملاكمات ما مره كنديروا الكومبا مره لا وما كنتش في المسار ديالي ما كنتش ديريكت بروفيسيونيل كنت مرات كندير الكومبا وكان ما كندربش كل يوم ولكن كنت سبحان الله كنمشي كنترانا شي 3 ايام في السيمانه كنمشي الويكاند ندير الكومبا طق 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 كنت كنطلقهم تما في الارض وكنمشي كنرجع بحالي كنكون مفت صافي سبحان الله كان المسار دائما ماشي هكذا حتى لواحد الوقت كان درت شي بزاف العديد من المقابلات وكان واحد كيدير الام ام ا وكان كيطلب مني دائما نساعده وكنتعاون معاه في سبارين وكنت كنشوف المسار ديالو كان كيدير هو الام ام ا وانا بقيت كنفكر كان كيعجبني ديك الام ام ا لان بالعكس فيها الحريه في القتال فهمتيني كتجي مزيانه شويه كتحس حالك بحال العصفور القتال الحر ضرب باش ما بغيتي مرخي ضرب يدك بكلش برجلك براسك لا الراس لا لا لا, لا شنو اللي ممنوع ممنوع تضرب هنا مور الراس ضرب لتحت ممنوع ودا مور الظهر ودا في السلوم ممنوع في العمود الفقري ما تضربش وكل شيء ديك الساعه ممكن ما تدخلش الصبع في العينين وهذاك وصافي غير دير وما تعضش ما تعضش عمرك عضيتي انت بصراحه بيني وبينك لا شوفي واحد المره عطيت واحد الودنين يا ولكن ما شافوهاش ما كيشوفوك دي خصك ديرها خصك تعض وانت مخبي خصك ديرها بروده لان الحرب وخدعه خصك تشوف الحرب وخدعه خصك تشوف وانت انسان مؤمن زعما ها انت انسان مؤمن ولكن حنا دابا في بغوده في القتال كيفاش تما كتنسى كلش لا الدين كلش كتنسى في ذاك الوقت ذاك الوقت كتنسى كلشي لا حول ولا قوة إلا بالله وفين عضيتي فيه؟ في الودن شوية شوية الودن؟ مغزته لأن ما بغاش يطلق كان قاصع كان عضيتي في القروش؟ لا شوية هكذا لأن جات لي واحد السخانة هكذا ما نشرحها ما نقدرش نشرحها لك وكيبان عندك واحد الضربات في ودنك شنو هذاك الشيء؟ هذاك لما كيتكسر الأذن مرات لما كيتكسر مرات لما كدير ريسلينغ وكدير شويه جوجوتسو في الارض وكتبدا مع الضربات ما كتضرب بزاف وكيطرطق الودن كيدخل تما شويه الدم وكيتجمد مع الوقت وكيبدا قاصح وكيبقى الودن ديالك هكذا مزيون هذاك الشيء علاش ولاو بحال هكا هكذاك واخا غادي نخلي الجمهور يشوف ان بيست اوف ديالك مقتطفات من هاد الرياضه اللي كدير نشوف هادشي كامل في هاد الصور ورجع
هذا الشيء راه صعيب شويه. انا بغيت نعرف علاش كتضربوا في داك لاكاج؟ لان مش ما يهرب حتى واحد ولا لا القفص دابا المشكله ان الناس كيفهموها بشيء غلط. كيبداو يلقاو بالاشاعات ان جوج الناس كيدخلوا في القفص. اشاعات اوكي نعم بحال بحال اشاعات. لا انا غير صححت. عندك الحق معليش صححني الدنيا انا. المهم ان كيخرجوا شوف اخر مره نصحح لك وثاني مره الله يرضى عليك صباح من يكون كنهضر رفع الاصبع باش شنو ما تقول. شوف لا لا يجوز قطع الناس عند الكلام. هذه عمر شي حد ما قال لي منين بغي تهضر هالصبعك. لا والله باش ناذن لك. شوف راني شوف انا درت دابا 200 حلقه تقريبا اللي درت مع بزاف النجوم. اوكي وداز حتى بدر هاري عمر شي حد قال لي هز صبعك. وهذه اول مره في الحياه كتكون. قل لي استاذ وانا نشوف نعطيك الاذن ولا لا. لان كنت كنهضر هذا اخر نهار. واخا بروده واخا ما كاين انا ماشي مشكل. اوكي الاشاعات نعم. ولما كيقولوا ان جوج الناس كيدخلوا للقفص وواحد كيخرج. المهم عديد من الاشياء. المهم القفص انه كيكون الحمايه لك لان لما كتدخل كيحميك لانك تمارس عديد من الرياضات بحال الريسلينغ المصارعه. ومي كيبقى يتكيك في القفص وهذاك. دابا لو كنت دابس في الرينغ ديال البوكسينغ تقدر تطير تطيح وخصو خصهم يديروه قريب للارض. ودا تكون كدابس في الارض وكيخرج لك الراس النص وديك الساعه عديد الاشياء اللي تجي تنوض. المهم القفص كيكون حمايه لك وكيكون كبير فيه 6 المترو وفيه المهم كتحس حالك بحال قلتها لك قبالت كتحس حالك هكذا مرتاح وكتحس حالك بحال في السماء هكذا. تفضل تفضل تفضل. واش كتستمتع فاش كتكون في الرينغ في هذا الكاج هذا كتستمتع انت بهذا الشيء؟ ماشي الاستمتاع في الضرب ولكن خصك تكون عندك المتعه في الرياضه ديالك اللي كديرها. لان لو كان عندك الخوف ولا لو عندك ديك الاشياء اللي ما فيهاش متعه في المتعه جميل. شوف شهرين كتكرفس كتدرب كتستعد لديك الوقت ديك اللحظه هذيك كتكون فيها واحد الاحساس جميل والله. تفضل. شكرا. عفوا. ديروا سيلفي. بزاف ديال الابطال في هذه الرياضات سيرتو رياضات ديال الفنون القتاليه كيكون عندهم واحد ليستواغ في الشكل. مثلا بدر هاري قال لي بانه فاش كان صغير كانوا كيحكروا عليه داكشي علاش دار فيه النفس ودخل لهذه الرياضه. واش حتى انت كنتي كتعيش نفس الحاله في صغرك؟ مسكين بدر هاري لو كانوا كيحكروا عليه وهو صغير. انا كان معايا الجيش كان معايا اخويا عثمان عمر خالد. الله ما كان كيعرف شي واحد لا انا والله خدتها قدوه من الوالد ديالي ومشيت في ديك المسار الرياضي لان كان كيعجبنا. قلت لك راه حنا كنا صغار وكنا كنمشيو للغابه مع الوالد كنديروا بيكنيك كناكلو كنشوي وكتجبرنا كنضربوا بالعكاكز مع بعض. كنا دائما كنشوفوا جاكي شان وديك سهيل وكنبداو ضربوا باش بالعك العكاز ضربوا بالعكاز كنديروا بحال كنا كنشوفوا الرساله وكنلعبوا بحال هكذا جوج ضد جوج الرساله. ودابا كنتو بلاتي كنتو كتلعبوا الكفار والمسلمين. المشكله دابا لا هما كانوا جوج الطائفات المسلمين راه هذه هي المشكله. ولكن دابا عثمان هو اللي كان قصير فينا مره هو كان الصغير. دابا خصك خالد عمر وانا كنا نفس الطوله. عثمان مسكين اللي جا في الجروب ديالو مسكين خصك تدافع الدوبل خصك تحت عليه لانه هو اللي كيقول الدق. انا عندي واحد السر بغيت نقوله للجمهور اللي كيشوفنا اليوم. تفضلوا. تفرجتوا في النمر المقنع؟ بغيتوا تعرفوا شكون هو النمر المقنع؟
شوفوا في هذا الفيديو هذا. مهمتي كالنمر المقنع قد انتهت، سأنزع قناعي الآن. ها؟ يا لها من مفاجأة مثيرة، سنعرف أخيرا من هو النمر المقنع. البطل أبو زعيتر سالخهم كاملين على برا، شنو كيدير هنايا؟ على الحلبة. تحملتك كثيرا يا غبي. سيداتي سادتي، النمر المقنع هو أبو زعيتر اللي كيسلخ كاع اللي كيضرب معاه. راه عندك واحد الدخلة ديال النمر المقنع فاش كيكون جاي وكتلبس بحالو، هو ولا ما هواش؟ داك السلام خدمته لي من دخلت هاد الوالدة ديالي ديال القفطان الأصيل، وهما خدموه لي دابا جوج المرات، هذا الثاني والأولي اللي دوز به العديد من المباريات، وهذا اللي بقى عزيز عليا، والله إلا الشكر كبير لها لأن تقنت فيها الخدمة. فهذوك اللقاءات اللي تيكونوا قبل المقابلة مثلا، كدير واحد مؤتمر صحفي كتلاقاو وكتكون كتوقف قدام لافيغسيغ ديالك وكتكون كتهضر انت وياه، اش كتقول ليه في ديك اللحظه هذيك؟ على حسب. لو كان انسان ظريف رياضي مدب، لان الرياضه هي الروح الرياضيه هي اكبر شيء، الريسبكت هي الاحترام. تتبان بعض المرات انك كتهضر بواحد حده وبواحد دابا في البريس كونفرنس ماشي في الميزان ولا كيفاش؟ لا لا قبل. قبل لا كان واحد اللي واحد المره طلع لي الدم، كان كيسب فيا كيقول هندير وهنطيرو وهنضربو وهندير بابو وهندير وهنطيرو، هو كان في المنتخب ديال المصارعه الرسلين، كان من اقوى الناس وكان دابز مع الناس قويين من المانيا، وبدا كيرميهم في الرينج في الكاتش، بدا كيرميهم بحال صندوق البطاطا. ايه وهذيك الساعه بدا كيحلف فيا، وانا ديك الساعه لما شفته في المؤتمر حطيت له اليد تحت الوجه ديالو، قلت له والله ديك الرسلين اللي عندك في الراس نطيرو لك، ودابا شوفو وسقساوني. اخا نشوفوا هذا الفيديو هذه ونرجعوا. كان حلف فيا والله في الاصل، والله مأدب، والله ما كندير معاهم هادشي، ولكن هذا كان حلف فيا. وكنت جالس مع المؤتمر يلا عاد رجعت من الطياره، كنت في الترينينغ كامب، جيت رجعت قال لي قال في وسط الناس هنطيرو، وسقساني واحد المدرات وقال لي واش كتخاف تطير، قلت له يلا عاد رجعت امبارح من الطياره، يلا طرت امبارح جاب فيا. ابو زعما انت عاجبك صحتك ولا كيفاش؟ لا ودي بالله ما كنفتخر ماشي فخور ياك؟ لا خصك تكون فخور. لا فخور اي ما كتعناش بها كما سيقول. هذيك هي انا ليس كبرا، لان خبرك ما تخلانيش انت مثلا عارف، لان التواضع. نقدر ندير معك دابا البرد فير ها ونطيهك البرد فير دابا البرد فير بحال والو زيد نديرو زيد ابو بسم الله صفقوا عليا عفاكم. بس سعيد سعيد حبس بس سي سعيد تقدر تجي عافاك؟ جي الله يحفظك الحاج. اجي عافاك اجي عافاك اجي 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 عافاك الحاج الحاج والحاج تبارك الله عليه عافاك الحاج عافاك عافاك اوي 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 صبر دقيقة نتصل بالوالد ديالي. بلاتي خليك. السلام عليكم. زيد هلا زيد معايا زيد معايا سي سعيد. سعيد زيد معايا. بسم الله الأخ سعيد تبارك الله عليك. زيد معايا زيد كرفة الشارع. زيد هبط لهنا الأخ سعيد. زيد هبط واحد يلا واحد جوج ثلاثة واي الله يبارك فيك بارك الله فيك بارك الله عليك اخويا. شنو اللقب اللي كيلقبوك به في المانيا ابو؟ جلادياتور.
جلادياتور. جلادياتور نيت ولا اي بسميه؟ لا هذاك عارف الكومبا. عارف الكومبا؟ كان ساعه مرات. انا سميتي ابو بكر. ابو بكر. وبغيت نخلي الجمهور ايضا يشوف معنا كيفاش ابو بكر كيدخل الحلبه وهذيك لاكاج كيفاش كتدخل فواحد الطقوس زوينه وعلى النشيد الوطني المغربي. نشوف هذا الفيديو ونرجع. جميل جميل. احساس جميل. احساس جميل. الجميل ايضا انك ابو يعني رغم انك عشتي في المانيا وكبرتي في المانيا الا وانك مازال دائما تشبت بالهويه ديالك وبالثقافه ديالك المغربيه وحافظتي ايضا على اللهجه انك رغم انك عايش تما كتهضر بالدارجه بطلاقه وكتهضر مزيان وايضا رغم الاغراءات اللي كاينين في هذا الميدان الا وانك كنعرفك انا شخصيا انك حافظتي على القيم المبادئ ديالك وانك ديما كما تنقولوا ستريكت. شنو اللي ساهم في تكوين شخصية أبو زعيطر؟ احنا الحمد لله بحال قلت لك أن الوالدين ديالنا حرصوا أبي وأمي حرصوا على التربية ديالنا وخاصة في الطريق الإسلامي والطريق المستقيم باش نكونوا دائما على مستوى وكتشوف الحمد لله الخير كيجي من عند الله راه لو كتمسك بهذا الشيء كيكون وفي هذا الميدان ديال الرياضه في بزاف المحاولات من لان كيعرفوك خلقتي في المانيا وكبرتي في المانيا وكيحاولوا الالمان يجبدوك لعندهم باش تكون كتمثل الوطن ديالهم ولكن حنا بكل الاغراءات وكل الاشياء اللي حاولوا معنا وهذاك وكل الصعوبات اللي كيديروها لي الان في هذا الوقت والسنين اللي فاتوا ان عديد من الصعوبات داروا لي في الطريق ديالي في المسار الرياضي لان كنمثل الوطن المغربي وكيقولوا كيسميونا الاجانب اللي عايشين في المانيا وكيرفعوا الرايه بلادهم. حنا الحمد لله كنحبوا الوطن ديالنا وما عندوش الثمن يعني حنا كنديروها لوجه الله وكنحبوا الوطن ديالنا بالدم وبكل شيء والاصل ديالنا كل شيء هذاك كنحب نمثل الوطن ديالي في العالم كامل باش نوري كيف حنا من اقوى الاجيال اللي موجودين في العالم وبكل صعوبات الحمد لله هذيك كتكون كتعطي لي الدفع وكتعطي لي القوه اكثر نتمسك بديك الشيء باش نمشي نعطيها لهم هكذا بكل صحه لان دابزت جوج المرات في امريكا واحد المره دابزت في لاس فيغاس والحمد لله ربحت درت العلم ديالي العلم المغرب حطيته على صدري منعوني قالوا لي قبل ما تدخل دونت تيك ذا فلاك دونت لان كنت احنا لايف وكان انا كنت عارف ان احنا انا ما ندخلها نكون لايف وما تقدرش انت ما تكون لايف توقف المقاتل ما يكون داخل للكيتش لان لما يعيطوا لك الاسم ديالك خصك تدخل وانا عارف انا مي قال لي دونت تيك ذا فلاك ما تديش العالم ديالك قلت له اوكي اوكي عملت حالي درت له هكذا سمعته وفي الاخر لما عيطوا الاسم ديالي قلت له عطيت لخويا الاشاره رمى لي العلم وفتحته في وسط الكامور ودست دخلت. ابو حضر معنا ايضا اليوم الاخ ديالك اللي حتى هو بطل في رياضه الام ام اللي حتى هو كيشق طريقه مزيان في الرياضه هذه وعنده مستقبل زاهر. غادي نطلب منكم مشاهدينا والناس اللي حاضرين معنا في بلاطو تصفيقات حارة للبطل عثمان زعيطر.
نزيد لك واحد الهدية من عائلة الزعيتر. شكرا على الهدية بعدا. نزيد لك واحد التريكو جميل. بارك الله فيك. كيفاش تكونوا كلنا شي كومبات. شكرا. تبارك الله عليكم. شكرا. شكرا لكم. شكرا بزاف. عثمان مرحبا بك. شكرا الله يبارك فيك. نهار كبير هذا. وانت تبارك الله من الابطال المغاربه اللي كيشرفوا المغرب في هذه الرياضه هذه. ياك لاباس بعدا. هذا اليد ترس لي، ولكن اول حاجه خصني نقولها اليوم فرحان نكون ضيف ديال ابو بكر مع هكذا الشهودي. علاش؟ تعرف علاش؟ دائما لما كنكون ضيفه كندخل منور كنخرج مزراق. اليوم عادي كندخل منور كنرجع مزراق بالعين زرقاء ولا هذيك. دائما كنكونوا بوحديتنا، ما دابا عندي الشهود ما يقدر يدير لي والو. هذا الاخ ديالك الاصغر ياك؟ آه. وعندك اخ كبر منك حتى هو؟ عندي اخ التوام. التوام ديالك؟ اه عمر. اي خالد نسيته ولا خالد الاكبر هو كيسقسي؟ هو قال لك الاكبر. التوام ديالك؟ التوام ديالي عمر، ولكن تبارك الله. اه ما شاء الله هو الاكبر في الحجم ما شاء الله في كل شيء. راه تبارك الله عمر عمر عنده مقام. راه سقسي الاخ نور الدين هو يقول لك كيف عمر. ما شاء الله الكمينه. عثمان دابا انتم شكون هو هاد مسخوط الوالدين اللي قدر يتناسب معكم مثلا؟ تخيل معايا دارها واحد. شكون هو هذا اللي غيقدر مثلا؟ انا عثمان شكون اللي غيقدر؟ الاخ واحد الاخ تزوج في واحد زعم وتوكل على الله. الاخت ديالكم مسكين. وماله مسكين؟ اش فين هو دابا؟ لا في الصراحة المؤقت. صراحة المؤقت مسكين. ولكن هو دار مطورة. اش دار؟ تلاقينا في العمرة. اها. تما ما قدرناش نديرو شي حاجة. تلاقيتو في العمرة؟ مزيان. تما هو توكل على الله. قال هادو راه مؤمنين. اها. قال هادو راه ناس مؤمنين، زعما ما غادي يجي ما يأذيوني ما والو. لا هو عرف ان بيت الله الحرام راه حرام لا عدم تاكل فيه الداق وحرام تراك. علاش يزعم تما وتوكل على الله وكان واقف مع الكعبه كيدعي؟ ولكن بكل صراحه المهم توكل على الله والحمد لله كل شيء تكتب، ولكن كان واحد الاحساس يعني غريب يعني. عندك الحق ولكن خليوها تبقى عنا سريه مكتومه. لا قولين ها قولين. لا 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 الله يرضى عليك. شنو الاسم ديالو؟ لا الاسم ديالو نسيبكم. الاخ نجيم. الاخ نجيم. نجيم. اخ نجيم ما يكون بس. دابا الا قلت لكم هذا النجاح هذا اللي وصلتوا ليه، الا قلت لكم لمن تهديوه، شكون اللي تهديوا ليه هذا النجاح اللي وصلتوا ليه؟ ولا شكون اللي كيرجع عليه الفضل من بعد الله طبعا في هذا النجاح اللي وصلتوا ليه؟ انا نقول ابي. ابي وامي. انا انت بحال اللي قلتي الاول نشكر الله سبحانه وتعالى هو اللي يسرنا الامور ووصلنا لهذه المرحله، وبعد داك الشيء الوالدين ديالنا، ومن طبيعه الحال لو هدينا هذا النجاح بعد الوالدين نهديوه للشعب المغربي. هذاك هو دائما اللي لان كل واحد كيشارك في هذا الشيء كل شيء، ولكن حنا انا لا ادري شحال المقابله درنا انا ولا اخو عثمان. لا ادري ان بعد رضا الله ورضا الوالدين، والله لو ما كانش رضا الوالدين والله لك كان شحال لكم بات الله كان هزنا الماء. ولكن الحمد لله والشعب ديالنا كان وهذا الشعب والوطن ديالنا وكلش كنهديو لهم هاد النجاحات ديالنا، لان في الاخير لما كتوصل لواحد المستوى ما كتبقاش كدابز لنفسك، كتكون مسؤوليه وكدابز للشعب ديالك والناس اللي كيكونوا واقفين دائما بجنبك، العائله ديالك وهذاك. واكبر هديه نقدموها في هاد النجاحات كلشي للرياضي الاكبر سيدنا محمد السادس ملكنا نصره الله. كنعرفك انت تبارك الله كتكلم مزيان باللغه العربيه. انا بغيت نرجعك شويه للطفوله ديالك. غادي نخليك الهيليوم وبغيتك تدير لي واحد الالقاء باللغه العربيه ولكن بالهيليوم. اوكي. مشات تفيقات على ابو. Thank you.
يلا تفضل أزي. شنو خصني زغرت ولا شنو؟ لا حاول تهضر تكلم باللغة العربية، تقول شي جمل باللغة العربية بالهيليوم. كيفاش كتشوف هي؟ يلا السلام عليكم الأخ رشيد. كيف الأحوال؟ عرفتي وليتي كتبان محقور دابا. مرحبا بكم. يا سلام. ناري أبو زعيتر. أنا عندي واحدة. خطير أبو زعيتر. ناري ويسدني. كيف ما قلت. دير دير. نعم. غادي نقول للناس باللغة العربية تابعوني في رشيد شو في حلقة جميلة مع رشيد شو. تابعوني في حلقة رشيد شو. نشوف واحد الصورة ديال واحد النزال ديالك كيفاش كلك عامر بالدم وداك الشيء، راه الصورة كتخلع شوية زعما. داك الشيء ما عرفتش واش نقدروا ندوزوه ولا ما نقدروش ندوزوه. اش هاد الحالة سي أبو زعيتر؟ اش هاد الشيء هذا؟ شنو وقع لك هنايا؟ هذاك تقسم لي النيف، تهرس لي الأنف ديالي. جاك نزيف؟ لان كليت الدقه مزيانه وما عرفت طف بدا كيعود الدم تما ما وقفش، ولكن بعد ديك الشيء نقول لك الحمد لله ربحت وقتلني الجوع. ما كان والو تما، لان عودت لك راك نهبط 20 كيلو وكان عندي البريسين كونفيرنس خصني نمشي للصحافه. وانا شنو شبرت شبرت التليفون ديالي بدا كنفتش في جوجل فين كان برجر ريستورانت، وصلت من اللور وخليتهم كيستناو عليا وانا واقف في الريستورون بالدم شويش هكذا كيتخلعوا كيشوفوني هكذا واقف كناكل برجر وبالدم سحب لهم يلاه عاد شندلت في الزنقه في القنت ولا شي حاجه. اتمنى حتى انت تبارك الله عندك مسار متميز وربحتي مجموعه من اللقاءات في رياضه الام ام، غادي نخلي الجمهور يتعرف عليك اكثر من خلال هاد لي كومبا ديالك، نشوفوهم في هاد الفيديو هذا ورجعوا. نكملوا الحوار ديالنا غنبغي ندير واحد التوضيح فقط للمشاهد اللي كيشوفنا بخصوص واحد الاشاعه اللي رجت مؤخرا واللي كتقول بانه حنا عطينا 400 مليون سنتيم لمنار ومحمود باش يحضروا معنا للحلقه، وللاسف بزاف من الناس مواقع التواصل الاجتماعي تيقوا هذه المساله هذه. ما عرفتش شكون اللي خرج هذه الاشاعه، فانا من هذا المنبر كنكذب هذه المساله وكنفيها تماما. حنا عندنا عقد اللي كياكد ذلك بانه هاد الناس ما تلقاو حتى شي مبلغ مالي، وانا كنتحمل مسؤوليه هذا الكلام اللي كنقول، وحتى شي ضيف حضر في رشيد شو جامي شي واحد خدا شي مقابل مادي مقابل المرور ديالو في برنامج. فللاسف كنقول الناس تحروا الصدق قبل ما تصدروا الاحكام، وشكرا للجمهور اللي كيتبعنا. ابو زعيتر عقلتي في شاركتي انت طبعا في ماستر شيف، وفاش كنت تمايا درتي لي واحد المقلب وكلتيني الهريسه. اليوم جا الدور ديالك. لا لا اياه ما كاينش. لا كاينش الهريسه. عطينا عفاك ياسمين. ماستر شاف درتي لي مقلب وكلتيني معلقه ديال الحار قدك ياك. بروده اليوم غادي نرد لك الصرف والله ما كان، ولكن انا ما غنوكلهاش لك بز منك. اوكي حيت انتم غمضتوا لي عيني وما شفت والو وكلتوها لي، انا ما نخدعكش، انا غنجيك ديريكت. يلا واجد. واجد ابو زعيتر. ابو
قول لي في نظرك شكون هو افضل رياضي وملاكم في هذه الاسماء اللي غنعطيك؟ واش بدر هاري، محمد الربيعي، ولا ابو زعيتر؟ كول كول خليه ياكل. شوف في جود الاشياء، انا ممكن احملش الحر، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تزكوا انفسكم، انا نختار بدر هاري. ابو انتما جبتوا لي هديه، شكرا، هذه غنحتفظ بها لان فيها العالم المغربي، وهذه فيها الاسم ديالك والعالم المغربي. شكرا لكم بزاف. وانا غادي نعطيك هديه لك في رشيد شو، صفقات الابو تاعها تاعها قدام الكاميرا باش تشوفها. او انا قلت لي هذه الحاجه اللي ما عنديش في الدار، قلت لي في المانيا الحاجه الوحيده اللي ما عنديش في الدار. سبحان الله، عطيتي لي نحتاج اللحيه والله الا هذه المشطه ديالك، ولكن راه كتنفع حتى اللحيه، مشط اللحيه والله. بارك الله عليك، صفقات ابو زعيتر. ابو الى 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 تقترح عليك نزال ولا مقابله مع بدر هاري، واش تقبل؟ لا لا يجوز. علاش؟ علاش؟ لانه هو ولد بلادي، هو كيمثل المغرب وكيكبر بالمغرب، وانا ما انا حرصت في المسار الرياضي ديالي عمري ما ندابز مع واحد مسلم وواحد من الوطن ديالي مغربي، خاصه من البطل. كيفاش جوج بهم كيرفعوا الرايه ديال المغرب وكيحاربوا كيرفعوا يمثلوا المغرب في العالم، وديك الساعه نصدقوا مدابزين مع بعض؟ هذا ما يمكنش. دوزي دوزي كنعرفو حتى هو من اصدقاء ديالك، نشوفك معاه بزاف، هانتوما في غامبيا، هانتوما في لندن، المانيا، زعما كيفاش هاد الاخ دوزي؟ صديق عزيز عليا بزاف، ساعدني في عديد من المجالات، وحتى انا الحمد لله كسبت الصداقه ديالو والاخوه ديالو، ورجعنا اكثر من ذلك لان كنزوروا بعض والعائله تقربوا مع بعض، وهو الاخ طيب كي لعب ضد كل شيء بهم، كل شيء، لا اخوهم الاكبر محمد، عبد القادر، عبد الحفيظ، كل شيء بهم اخوه، ولا نزكي على الله احد، والله الا من اطيب العائلات اللي تعرفنا عليهم وساعدونا. والله يكثر من امثاله في هذا المجال كل شيء. ابو زعيتر، نعم، غادي ندير معك واحد اللعبه كتعجبك بزاف اللي هي لعبه الكاسك. نعطيك شي حوايج، هاد الكاسك يكون فيه الموسيقى وانت غديرو في ودنك كما كتعرف، وانا غنعطيك بعض الكلمات وانت خصك تعرف هاد الكلمات اللي قلت غير من خلال الليبسينك ديالك. اوكي صافي، ثقة على ابو زعيتر. ها ناس تلقى لي موسيقى، كتسمعني دابا؟ كتسمعني؟ لا ما كيسمعش. كتسمعني؟ اوكي. لايكيدو، لايكيدو حلو، لايكيدو ليلو، لايكيدو تانا بدي ما فهمتش. هلو، شوف البوكس، الموز. لا البوكس، الموس، البوكس، الموس، البوكس، البوكس، بوكس. براو زعتر، زعتر، زازا، زعتر، زعتر. فركوس، فركوس، الفقوس، الفقوس.
الفركوس. الفركوس. تفاح. تفاح. صفارة. تفاح. تفاح. شفار. تفاح. 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 دوزي. سوسي. دوزي. لوز. دوزي. 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 ها؟ دوزي. لوز. الشبكية. الجبلي. شبكية. 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 شبيرة. رشيد شو. رشيد شو. رشيد شو. رشيد شو. برافو. ما عندي ما يتسالك. عثمان زعيتر، انت بالمواساه مع الرياضه اللي كدير ايضا تتابع الدراسه ديالك في الاقتصاد. نعم. وانك تبارك الله متفوق في الدراسه ديالك، كيفاش قدرتي تجمع ما بين جوج الاشياء يعني؟ الحمد لله، الله يسر الامور بان كان عندي واحد الاجتهاد في الدراسه اللي درت عر على من اجل الوالد ديالي. دائما كان كيتمنى شي واحد يخرج من العائله ديالنا عنده في 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 الجامعه، وكنت تما بديت بالرياضه في الانحراف. ياك في الانحراف. الاحتراف. الاحتراف. الانحراف. معليش معليش معليش. الانحراف. معليش معليش معليش. هذه تخرج. لا هذه كمل كمل، ماشي مشكل. لا قلت لك بديت ما في انحرفت الى الطريق السيئ يا اخي. استغفر الله. عادي كمل. لا في في الاحتراف. اي الاحتراف. الاحتراف. والوالد دائما بحال كان الامنيه ديالو دائما تخرج في الجامعه، ولبيت له الطلب. دخلت في الاقتصاد، عندك الاشياء بالحسابات دائما كانت سهله عليا، و خلطت مع الرياضه الحمد لله. سبحان الله، كنت كنخليه ما كنت كان شهر ونص شهرين ما كنشوفوش. كان كاينو في 8 الصباح كيجي في 11 كيتصل بالوالده، امي دير لي سباغيتي كيجي ياكل تاك بحال سراق الزيت تاك تاك تاك، كيمشي ينعس كنجبرو في الاوني. شهر ونص ما شفتوش. قلت له فين غبرتي؟ مشى له الشعر، خلى كل شعر في ديك الجامعه الحمد لله. ولكن دار تبارك الله عليه، دار النوت مزيان. راه كنت كنسمع من الناس كيقولوا هذاك عثمان هذاك كيشري الامتحانات، لان ما رضوش. كان عنده ما شاء الله البوينتس 1.1 1.2 1 بوينت نقط، كان عنده ممتاز دائما. بارك الله عليك. وكان سحب لهم كيغش، ولكن سبحان الله والله انا شدت على ذلك انه كان دائما كينعس في الاون ما بقى صغير باش ينعس تما. برافو عليك. وحنا طبعا فخورين بكم مغاربه، اكيد انهم يكونوا فخورين بكم. اي واحد مغربي كيهز الرايه ديال البلاد فاحنا فخورين به. شرف ولينا الشرف ان نستقبلوه في البرنامج ديالنا. ابو زعيتر وعثمان زعيتر، غادي ندوزو دابا لاخر فقره في البرنامج، هي فقره ديال التحدي. والتحدي ديالكم، ولا لانك انت مقصح في يديك دونك التحدي غيمشي الابو، والتحدي غادي نتعرفوا عليه من بعد الفاصل. مشاهدينا فقره ديال التحدي، والتحدي اللي عند ابو زعيتر. جمعنا لك جوج ديال الحوايج كديرهم. طبعا الطابي ديما كتخدم به فاش كتبغي تريض، فاش كدير لي زونترينمون. وطبعا كره السله كانت من الهوايات ديالك، حنا جمعناهم لك بجوج في التحدي. والتحدي ديالك هو انك تماركي اكبر عدد من الكرات هنا في السله، ولكن او ميم طون وانت كتجري في الطابي غولو. متفقين؟ متفقين. يلا تصفيقات على ابو زعيتر. Thank you.
فار سلوث. بصح اوكي في الوصف شفتي عليا هاي 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 علي الله يعينك هاي عرف شي تعرقتيني باي تزول كونتريير توغن وعثمان عنده الزهر اليوم عنده وحليد بسم الله هاي ابو زعيتر جوج مور معك تفضل 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 ابو تبارك الله عليك ما عندي ما يتسالك راه ماشي سهله تكون كتجري وميم طون كتماركي في والله عرقاتني كي جات كتجربه هذه لا جات واعره ولكن عرقاتني مزيان عرقاتك وانت مولف دابا انت رياضي تبارك الله انت قلتي حتى واحده ما تدخل ياك اه ولكن خمسه ولا سته ثمانيه تبارك الله عليك ما عندي مدة ما لعبتش عمري ما كانت هذاك ديك الشيء ولكن الحمد لله مسكين عثمان اللي عنده الزهر خسرت انت التحدي دابا انا اللي خسرت التحدي هو لازم يطلب دابا شي حاجة علاش انت ما تجربهاش انا اه ايه الله يجزوه واه شو ما جرب واحد المرة واحد شوف نعطيك ثلاثة الكوار ثلاثة الكوار انا معك لا عثمان مسكين عنده يمارس كومبا انا نعطيها له صبر اوكي ثلاثة خذ راحتك خذ راحتك خذ راحتك اي بعدها اي تبارك الله عليك اه تبارك الله عليك انا رمشه دا عندك تحقرني سيخا سلا ابو زعيتر ابو زعيتر تبارك الله عليك شكرا لكم شكرا لكم بزاف اللي حضرتوا معنا استمتعت معكم بهذه الحلقه هذه قبل ما نسالي الحلقه ديال اليوم بغيت نخلي لكل واحد فيكم كلمه قدام الجمهور شنو تقولوا لهم الشكر للجميع الذين كيدعمونا وكيشجعونا وخاصه الشعب المغربي والله الا هذا شرف لنا يكون عندنا واحد الفانس ونكونوا من هذه الجاليه ومن هذا الجيل ان المغاربه هما من اقوى الفانس اللي موجودين في العالم فين ما كنتي في العالم دائما واقفين موراكم ومساندينك وهذاك والشكر ونتمنوا ان الرياضيين نكونوا دائما في ان الشباب نكونوا دائما في حسن ظنهم ونكونوا قدوه صالحه لهم يمارسوا هذه الرياضه ويمشوا في هذا الطريق يبداوا بالرياضه ويكافحوا ويمشوا في هذا الطريق وحنا ان شاء الله نحاولوا نقدموا شي حاجه في المستقبل نكونوا نساعدوا لهذا الجيل القادم يمارس هذه الرياضه والشكر للجميع للشعب ولسيدنا محمد السادس نصره الله ونقدم الكلمه الاخيره لاخي عثمان انا نقول نفس الشيء انا من احب الجماهير اللي عندي هما هو الجمهور المغربي هو من اقوى الجماهير يعني كتحس الفرق لما تكون في المانيا ولا تكون هنا في المغرب كتحس كيفاش واقفين موراك كتحس بحال اللي قال ابو بكر كتحس ديك المسؤوليه على واقفين كيكتبوا لك وكنشكرهم بزاف دعموني في اخر كومبالي الا كنت في ابو ظبي هرست الصبع ديالي وربحت الحمد لله مع ذلك واقفين معايا اللي كيكتبوها لي داك الشيء شكرا الله يبارك فيكم بارك الله عليك ورلي لك الاخ رشيد الاخ رشيد شكرا لك لان احسن برنامج هنا في المغرب وفي اوروبا كامله الناس كيعرفوك وكتكبر بالابطال وبالشباب وبالفنانين وبكل الناس كتستضيفهم هنايا باش الناس يكسبوا الخبره عليهم والمعلومات عليهم وهذا الشكر
ليك والله من القلب ان خليتينا نكونوا طرف الناس اللي هنا جلسوا، كان لهم الشرف يجلسوا هنايا، وشكرا ليك. شكرا. وتحية حارة لأبي وأمي وكل واحد عمر، والسلام عليكم. تبارك الله عليكم. تبارك الله عليكم. قدوا معي عفاكم بحرارة الفنان حميد الحضري. الله يحفظك. أشهد الأناقة. كناخذ منك أخي. الله يحفظك. هذا أنت الوحيد الفنانة اللي دغيا كيطلع لك راسك في راسك. مرة مقرة، مرة بالشهر، مرة باللحية، مرة مع بالومة، مرة مع مزاق، ومرة كتغني بوحدك. استقبلوا معي عفاكم فاتي جمالي. كاينين منظمين اللي كيبغيو ربح مادي وكيسميو ملكة جمال الشمس، ملكة جمال القمر. سي بالي دوس بري مدار بري مدار ميسي. جول 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 جول